بالنسبة للناس اللي معاها إقامة في الإمارات وحابة تسافر، إيه هي الدول اللي ممكن تسافرها بإقامة الإمارات بدون تأشيرة مسبقة؟ عندك 3 دول جنب بعض ممكن تزورهم كلهم بدون تأشيرة مسبقة. أول حاجة أذربيجان، وتاني حاجة جورجيا، وتالت حاجة أرمينيا. طيب ال3 دول لازقين في بعض، بينهم حدود، لكن في مشكلة ما بين أذربيجان وما بين أرمينيا، فبالتالي انك ممكن تتسال على الحدود هنا وعلى الحدود هنا، هل زرت دي قبل كده ولا دي قبل كده. فانصحك يعني تاخد 2، يا جورجيا واذربيجان او جورجيا وارمينيا. بالنسبه لاذربيجان وجورجيا بتاخدها في المطار، وارمينيا كمان، بس ارمينيا بتاخد وقت شويه، فيفضل انك تعملها اونلاين. وعندك 3 دول تانيين اللي هم طاجكستان، كيرغستان، واوزبكستان. كمان في وجهه كويسه جدا اللي هي المالديف. أغلبية الدول اللي قلتلك عليها دي في طيران اقتصادي ليها، أرخص سعر ممكن تجيبه معاك الشنطة الهاند باج بتاعتك.